أيمن، النهارده من الاستفادات للمعسكر أو استفاداتنا لهذه المباراة، كريستو وسام مجموعة اللاعبين الناشئين الحقيقة، طبعا بقية اللاعبين ولكن دول الأبرز. بالتأكيد يعني أهم حاجة زي ما احنا بنقول المباريات دي النتيجة فيها، ما يعني ما حدش ركز مع النتيجة، ما حدش ركز اللي حصل قد ما أنت تركز مين اللي خد فرصة ومين اللي لعب. يعني النهاردة وسام بن أبو علي بياخد أول ظهور ليه، حتى الملامح جيدة، أنت بياخد ضربة جزاء بذكاء، بيلتحم كده مع المدافعين، دخل في الأجواء، تحسه بيخش بسرعة، فرصة إن هي في فترة طويلة من الإيقاف والتدريبات والمباريات الودية. شفنا النهاردة عدد من اللعيبة الصغيرة خصوصا في مركز المساك، كان في اثنين لعيبه، وفي في الباك الشمال كان اللي احنا عندنا فيه عبد الحكيم، وفي عابدين كمان. فالنهارده لا، كريستو بقى له فتره غايب وما شفناهوش، وكان في فتره مصاب. انا كريستو اللي كان مفاجاه كبيره بالنسبه لي طبعا الحقيقه، الكره واخدها من نص الملعب ورايح انفراد وتقلان كده على الكوره. حتى قفشه وحسين الشحات لما نزلوا في الشوط الثاني كان باين ان هم فت الى حد ما، ورجليهم في الملعب ما بعد الاجازه اللي هم برضو، وطاهر وكريم في الشوط الاول. فاعتقد المعسكر اكيد اجواءه تبقى جيده، اللي هو ده المطلوب، ان احنا نشوف وجوه جديده تدي فرصه للعيبه كمان. دول مش الايه، مش شباب، اعتقد دول كمان ناشئين، لان في لعيبه مع المنتخب الاولمبي، فدول كمان سن اصغر، فدي فرصه ونتمنى ان احنا نطلع منها باكبر استفاده. عشان زي ما حضرتك عارف احنا في شهر 2 عندنا يعني مباريات كبيرة، وكمان صحيح. للأسف عندنا الكابتن محمد الشناوي، بنقول له ألف سلام عليك، فالنهاردة وارد أن مدة طويلة ما يبقاش موجود معاك، فعندك مصطفى شوبير يبتدي ياخد ماتشات ودية. كمان بعيد عن الضغوط، لا في جماهير ولا في مباراة ودية يعني.